طبعا احنا لما نيجي ندخل ايمج واحنا قلنا عليها بنفتح فايل وفيو ايمج فايل، ونشوف الايمج اللي احنا عايزين نشوفها نشتغل عليه. انا عندي هي ده الشكل اللي انا كنت بعته لكم على الجروب. يبان اللي هو احترافي جدا، يعني هو الاحتراف هنا في الاخراج مش في الموديل. اللعب كله في هو طبعا هو احترافي وكل حاجة، بس كموديل مش صعب. يعني احنا ان شاء الله دلوقتي هنعرف ازاي كموديل ممكن نعمل شكل زي كده، تمام. هو كموديل مش صعب، بس هو كاخراج لا، حلو جدا طبعا طبعا. يعني هو عارف يحط هنا زي ما بقول دايما يا جماعة، لما بتعملوا مبنى اكستيريور لازم تغذي المبنى بالحاجات اللي حواليه، بحيث ان انت المكان ما يبقاش فاضي. يعني هو في الاول وفي الاخر هو طبعا مكان عارف يبني الشط صح. هو انا حاطط شجر هنا يمين، وحاطط عربية، وحاطط قافل هنا بمبنى ورا او سور ورا، وعامل سور شجري، وعامل شغل شجر هنا دخل معايا في الكاميرا، وعامل هنا ورد لا هو قافل الاخراج صح. هنا باني حاجات، ممكن يبقى باني حاجات عشان انا واضح اللي تقريبا في هنا سبوتات، فهو غالبا عامل الفيلا بالانتريور بتاعها كموديل كله، او هو عامل مثلا مسقط سقف على كام اساس، مش مهتم طبعا بالتفاصيل الداخليه لو هو مش عامل تفاصيل داخليه يعني المكان، عشان بس يبان المكان المشهد ليه عمق. يعني هو الازاز الشفاف فموضح جوه اللي فيه حاجه، فيه اضاءه اهي، حاطط ستاير هنا الانعكاس برضو مع ظابط الانعكاس، فموضح اللي هو حاطط طبعا هنا في شجر في الزاوية بتاعة الكاميرا اللي انت مش شايفها، فأوريدي عامل انعكاس على الإزاز. حاطط جوه هو سفرة، أنا شايف في سفرة هنا، بس الصورة مبكسلة شوية. شايف هنا اللي في سفرة، فواضح اللي هو لأ عامل شغل حلو قوي، ومطلع مشهد احترافي جميل جدا. مش صعب لأ، هو يعني المفروض إن شاء الله كلنا كموديلنج بعد الكورس وبعد الفيري ان شاء الله بالنسبه لنا حاجه زي كده ما تبقاش صعبه. يعني محتاجه مجهود بس مش صعبه، فعلا ان انت تبذل فيها وقت وانك تبقى الموضوع فيه يعني صعوبه، هو ان شاء الله ما فيهوش صعوبه. طيب هنعمل مبنى زي ده ازاي؟ اولا لما بتيجي تفسر، احنا مثلا انت ممكن تعمل المبنى من كذا جزء. يعني ممكن تعمل بوكس الاول وتقعد تخرم فيه وتظبط فيه، وبعد كده تعمل الجزئيه دي بوكس، بس تحاول تظبط الحاجة ما يبقاش بقى الباين اللي هما بوكسين. دي طريقة ممكن ان انت بقى ايه تعمل الكلام ده كله بإيديت بولي، يعني تطلع كل الشكل ده بإيديت بولي، تمام، يبقى كتلة واحدة، وده يعني يفضل يعني عشان ما يبقاش فيه فراغات ما بين البوكس والبوكس، ما يتحركش منك البوكس، لا يبقى كل حاجة كتلة واحدة. احنا نشتغل على كتلة واحدة، تمام يا جماعة، بحيث ان احنا نتعلم نطلع مبنى زي ده ازاي. خلاص طيب، انا دلوقتي لو عندي المبنى ده اقرب شكل ليه ستاندرد ايه نبتدي منه؟ البوكس يا استاذ اسلام. برافو عليك، ماشي بوكس، تمام. احنا مثلا هنرسم ايه بوكس زي كده. طبعا انا مش هشتغل بأبعاد، خلاص يعني مثلا انا مش معايا ابعاد الشكل، بس انا هشتغل الشكل بس، مش هيهمني ابعاده فين في أي حاجة، خلاص؟ ده كده ابتدينا كبوكس. طيب، نسبة وتناسب كده، ماشي، نحاول نظبط النسبة والتناسب. هو طبعًا البوكس هو معمول بوكس، بس الزاوية المايلة دي هو مش مايل للبوكس، خلي بالكم يا جماعة، ركزوا في الحتة دي، ما ينفعش مبنى يبقى مايل، أكيد طبعًا، مش هيبقى جاي رامب كده. هو الفكرة كلها اللي هو واخد زاوية الكاميرا، الفوكس لينس بتاعها صغير، فمديني الحدة دي. يعني انا لو جيت حاطة بالكاميرا بتاعت الفي راي مثلا وبصينا على المبنى، طبعا الكلام ده مش مطالب، بس انا بوريكم بس ايه الكونسبت ماشي ازاي. بصيت للمبنى من خلال زاوية الكاميرا، او بص ملمعي، ممكن ازود اقلل الفوكال لينس واجي زوم ان، بصوا الايه الرامب زاد. يعني شوف انا كل ما بقلل الفوكال لينس وازوم ان بالدولي كاميرا الميل بيزيد، تمام. فهو واخد الزاويه دي، شايفين؟
هو تقريبا نفس الزاوية دي هو اللي واخدها يعني، مايل شوية كده فجايب الجنب سنة. تمام، وزود فوكال لينس. لا زود شوية فوكال لينس. هو الكاميرا حضرتك كنت بتثبتها ازاي؟ لان انا كنت بحاول اثبت الكاميرا لا هو احنا ما ما اتكلمناش، كنتش بعرف اظبطها. دي مش كاميرا يعني. ما كلمناش عليها، بس هي مثلا الكاميرا ليها شغل لوحده وليها شرح لوحده، وممكن نقعد فيها ساعة وشوية بنشرح بس كاميرا. دي بيري يعني بنفهم يعني ايه مثلث التعريض، بنفهم يعني ايه بنفهم يعني ايه فوكال لينس، بنفهم يعني ايه حتى الإضاءة فيلم ايزو. طبعا الاضاءة بتتحدد من الفيلم ايزو والاف نمبر والشاتر سبيد، كل الكلام ده بيتحكم فيه في الاضاءة. عشان كده لما انا قلت لك، فاكر انت استاذ مروان، مش استاذ مروان هو اللي بيكلمني صح؟ ايه حبيبي نفسك. لما جيت بعت لي الصورة قبل كده بس كانت ملسوعة، قلت لك هي ملسوعة من الجنب، لازم تتحكم في الإضاءة من خلال يعني مش لازم يبقى الإضاءة تبقى عالية، وتتحكم في شدتها عن طريق الكاميرا. تمام، انا احب يعني اشتغل السبوت لايت، الاضاءه مع المشهد نفسه. اللي بتحب تشتغل الإضاءة مع المشهد نفسه؟ يعني اعدل على الاضاءه، يعني ما مجرب صراحه اعدل بالكاميرا، بس اعرف انه اكو تعديل على الكاميرا، اعدل على اللايت نفسه، الاضاءه الاناره نفسها. لا بص اقول لك على حاجه، انت لما تيجي تعدل في الاضاءه، انت لو زودت الاضاءه من ناحيه الجنب، انت طبعا انت عامل شباك فجايب الاضاءه من ناحيه الشباك، انت لو زودتها تمام. وعليت الاضاءه قوي عشان تعلي الاضاءه من جوه من الناحيه التانيه اللي هي ما فيهاش اضاءه، يعني مثلا الشباك اهو اليمين وانت الاوضه عندك ناحيه الشمال ضلمه شويه، عايز تنور الحته الضلمه دي، فانت هتعلي الاضاءه ناحيه اليمين، هتلسع الحته القريبه من الاضاءه. صح صحيح. انت بقى ساعتها هتعمل ايه؟ هتقلل الاضاءه عادي وتخليها عاديه خالص بحيث ان هي ما تبقاش ملسوعه، وتعلي القيم، تقلل بقى من الشاتر سبيد او تقلل من الاف نمبر كرقم. تمام، فالمشهد تمام في صح. كل عيال. وبعدين كده كده انت لازم بعد ما بتخلص اي مشهد لازم تدخله بوست برودكشن، يعني اي مشهد لازم تدخله بوست برودكشن. هو انا رستت بس الفايل عشان الكاميرا ساعات بتأثر معايا مع البرسبكتيف، فبضطر اخش بقى ادور على حاجة هنا في الكاستمايز. فايه هنبتدي بس كده، انا عملت بوكس ماشي، هفتح الفايل اهو. ماشي جيت اهو، ده كده المبنى مثلا بتاعي المربع، احنا قلنا خلاص الزاوية بتاعت الكاميرا هي اللي مخلياه عامل كده او الشكل ده. طيب نبتدي بقى نقسم فيه. تمام، هو واضح اللي هنا فيه زي شباك هنا، سوري، مكان هنا مفتوح واتعمل انست ودخل لجوه ودخل هنا اسمه في كذلك. الداخل اسمه. فانت هتعمل ايه؟ عادي خالص، هتيجي تقسمه، شوف بس الدنيا هتمشي معاك ازاي. مثلا هنرسم الجزئية اللي في الجنب دي، فانت هتيجي عامل ايديت بولي، هتمسك الادجات دي وتعمل رينج. ماشي، رينج ليه؟ انا لو عايز سيمتري او لو ما ظبطش معاك الرينج انت ممكن ايه، هو بس ساعات البوكس لما يكون الحواف بتاعته ما بتلقصش معايا في الرينج، فانا ممكن امسكه كده كده، او ممكن مثلا الوش ده ذات نفسه ما عملش سيمترية واعمل كونكت على طول، بس انا بحب اشتغل دايما بسيمترية في الموديلنج يعني. طيب هعمل كونكت، كليك اهو، وهمشي بقى ايه، همشي من الاخر اختيار، همشي اهو اقرب ايه الحتة دي خلاص. طيب انا بعد ما عملت الحتة دي همسك دي كبوليجون، انا قلت لازم افتح الايدج سبيس عشان اشوف التقسيم بتاعتي ماشي ازاي، فانا قسمت اهو، افتح كده الايدج سبيس واعمل انست انسى خلاص صحيح. بقيمة. شايفين الحتة دي كانت تخينة شوية والحتة دي ايه عالية شوية، يبقى انا اظبط الانسيت بالقيمه اللي انا عايزها خلاص، وابتدي بقى وتستمر في اظبط لو الداخل. واعمل صح. انا مثلا عندي الحته دي مثلا عاليه شويه، فانا اجي والله لا اقول للايدج ده ممكن انزله لتحت شويه عشان الفتحه بتاعتي بدت بعد ما الحته دي كانت عاليه، الجزء ده كأن السور بتاع المكان، فانا ممكن امسك الايدج دي انزلها كده مثلا خلاص، افتح الجزئيه دي اعرضها شويه. شوف انا بتحكم في المسافه بتاعت الايدج بتاعتي. انا ليه بعمل انست؟ عشان ادي مسافه
اقدر بعد كده لما اعمل اكسترود اخش ايه واحافظ على المسافه بتاعت الحلق بتاع الشباك ده خلاص. واي حاجه مش مظبوطه بعدلها فيرتكس او بعدلها بطريقه ما ايا كان المتطلب ايه. طيب انا دلوقتي كده ممكن ايه الحته اللي زي دي، بص انا بص التحكم في الحاجه، انا ممكن مثلا امسح كنترول باك سبيس مسحت سوري خلينا باك سبيس بس مسحت انا الحته دي كده، انا ممكن ايه امسح الحاجات دي او ابتدي او اعمل مثلا ايه يعني مثلا اجي في الحته دي خلينا نعملها بطريقه افضل، احنا نلغي البوليجون تمام وابتدي امشي الحته دي كده كده، انا ضمنت ايه ضمنت الحته دي انا كده نازله كده على طول شطف، فانا لما اجي هنا اعمل بوليجون واعمل اكسترود لجوه خلاص انا كده ابتديت اعمل الشباك نفسه. اي حاجه مش معدوله هنا بقى بنبتدي بنظبطها وهوريكم ازاي. خلاص انا عملت كده خلاص فتحت اول حاجه. طيب انت بتقول لي انت ما الشكل هنا مش مظبوط، اقول لك اه ماشي انت في الايدج سبيس انت مش هيبان حاجه خالص، انا بس كنت فاتح بشوف السيجمنتس بتاعتي مفيش حاجه ظاهره ماشي خلاص بسهوله ماشي ايدج سبيس. طيب آه عندي برضو الجزئيه دي كان فيها شباك من هنا، يبقى انا المفروض اعمل لي هنا زي مربع والمربع ده آه يخش لجوه، فابتدي بقى اظبط نفسي اخد مثلا هنا الرينج دي مثلا اعملها رينج وابتدي ايه اكونكت آه سوري انا بقى دايما بعمل ماشي اكونكت بطريقة ما او ماشي هنا خلاص ممكن اعليها شوية خلاص. انا كده عملت ايه انا بقى بحاول اعمل مربع، ممكن ازود بقى ايه اتنين يعني ازود كونكت مرتين بحيث ان انا اظبط بقى ايه ده المسافة ما بينهم وده وده كده الارتفاع الاتنين مع بعض تمام خلاص. انا مثلا اعمله على سوى ده بس انا هطلع لفوق شوية عشان لما اجي اعمل انست اوازن ما بين ده وده خلاص. اي اتجاية بص ركزوا معايا في الحتة دي مايلة كده بالشكل ده اسهل طريقة عشان تعدلها انا بشوفها ايه دبل كليك اهو ممكن اعملها كده مانيوال بالسكيل واعمل كده يعني لو عايز التقسيمة برضو يبقى شكلها منتظم بيريحني اه سكيل واعمل في اتجاه الزد خلاص. انا كده فتحت الحتة دي ابتدي بقى اظبط الاتجاه دي دبل كليك عليها وابتدي اظبطها ارتفاعها بالنسبة لي ماشي. طيب اجي اعمل كده اخد البوليجن ده واعمل له انست حتى لو انا ليه بعمل انست عشان لو عملت اكسترود ساعات ما بيبقاش يعني بصوا ماشي ممكن اعمل اكسترود على طول يعني انا مش محتاج انست عادي اعمل اكسترود على طول ماشي. انا ساعات بعمل انست ادخل كده حلق الشباك الكلام ده خلاص انا عملت اكسترود على طول ماشي ايا كان بقى ايه اخش قد ايه في المسافة الاتجاه دي المفروض ايه. بصوا بقى لما ما عملتش انست العملية بس بترخم في ايه في الحتة اللي زي دي، يبقى انا كنت المفروض اعمل انست عشان اخش الحتة دي لجوه. انا بوريكم ايه الدنيا هتمشي ازاي ممكن اظبط بقى ايه بالسكيل حتى اظبط ارتفاع المكان اللي هخش فيه أمايل الشباك مثلا أدي كده شوية وأعمل اكسترود لجوه تمام خلاص شيل الإيدج سبيس كده إيه قسمت الدنيا كده وكده.
بس لازم اخلي ارتفاع الشباك ده قد ده، اظبط بقى ايه، لان الاتنين دول على سواء واحد. هو فكرة insert ده يا باشمهندس، أنا حضرتك بتزود خطوط يعني على الشكل عشان تعرف تعدله؟ بص انا ما عملتش انست، ما دخلتش الحته دي، انا بقى كني بقى ايه بعمل من البوك من البلو من البوليجون، بخش لجوه شويه فبيخلي لي مربع صغير فبيعمل لي الحلق، فاهم الفكره؟ انت لما هتجربها هتفهم اللي انا بقوله. أنا بحاول أفهم بس الفكرة بتاعت الأمر ذات نفسه يعني، بس مش هو أكتر الامر عشان أفهمه. بنفسه، بص بيعمل ايه، بيدخل لي البوكس لجوه، بص فعمل لي الحلق، عمل لي جزء كده، عمل لي ايه، لو انت عايزه تعملي حلق بالكلام ده أوفست للداخل عشان ناخد اوفست منه للداخل. راجل. تمام، يعني انا لما عملت كده عملت اوفست اهو لجوه. طيب هو ده مش اداني تحكم اللي انا يعني اللي انا ممكن يعني اعمل من البوليجنز هنا اتحكم فيها، يعني مثلا لما عملت كده مش عمل لي زي حلق، ممكن الحلق ده اتحكم فيه، اعمل له اكسترود، اظبط الدنيا بيه. طيب انا مثلا خليني ايه ماشيين، وهتلاقي الدنيا هتمشي معاكي ايه مظبوط، يعني تفهمي الموضوع واحده واحده، لان بنكرر نفس الامر وهنكرره كذا مره فهتفهمي الموضوع ماشي ازاي. انت بتعملي اوفست للبوكس لجوه، فتقدر تعملي المربعات اللي حواليه دي، ده الحلق بتاع المكان، فاهمين قصدي؟ لو في حاجة مش مفهومة يا جماعة ايه نتناقش، لأن الايديت بولي لو عديتوه خلاص الدنيا يعني ماكس هيبقى سهل إن شاء الله. تمام، مثلا عملت اوفست لجوه، انا برضو بقدر اتحكم في البوليجن ده زي ما انا عايز. هو طب ليه الفكرة بحالها إن إحنا بنعمل أوفست للداخل عشان نخلق بوليجن جديد أقدر أتحكم فيه. بالظبط؟ هي دي فكرة البرامج الثلاثية اللي بعد كلها، إزاي تخلق أشكال صغيرة ومتعددة عشان أقدر أتحكم من كل شكل. بالظبط كده. يعني المربع اللي اتعمل له أوفست ده اتعمل بإنسرت؟ ايوه المربع اللي تعمل له اوفست تتعمل بانست. يعني ما اسمهاش انسرت، اسمها انست. تمام، وبتحكم فيها، بعمل اوفست لجوه. انا لما عملت اوفست كده لجوه بقدر اتحكم طب ايه والبعد بتاعه، البعد بتاعه يعني الانس بتاعه يعني فين الرقم اللي بيخلي الحروف بتاعته اهو مثلا قد ليك كذا؟ اهو انسيت. عايز تخش قد ايه؟ هو كده زيرو، ما دخلش اه متر متر. تمام، يعني دي عاملة زي اوفست كده عندنا في الاوتوكاد. ايوه زي الاوفسيت بتاع الاوتوكاد. تمام، انا كده عملت ايه الجزئيه بتاعت الشباك، اللي هي الشباك ده والشباك ده مثلا، خلاص ببتدي بقى ايه اظبط بقى الحاجات دي. بصوا انا ممكن ده ممكن بعد كده ياخد ماتيريال ازاز، تمام. ممكن اللي هو بعد كده نطلع منه الجزئيه بتاعت الازاز دي، شايفين ممكن ان انا اعمل بلان عليه ويبقى هو الإزاز. بمعنى أنا دلوقتي لو أنا جيت ممكن أرسم بلان، أفتح السناب، أنا مثلا هخلص بقى الشبابيك دي، أفتح السناب هعمل بلان، البلان ده هاخد النقطة إيه وأقفله من هنا لهنا، أنا مش عايز يجي عشان في نقط كتير، أو هعمل بلان ما ظبطش معايا في هنا، ممكن أعمل بلان أوتو جريد. من الفرونت استاذ اسلام ممكن يجي. ممكن اعمله من الفرونت افضل، ماشي. خلاص عملته اهو، ابتدي اخلي تقسيمته
زي الشباك اللي جوه ده، يعني زي تقسيمته زي سوري الحدود اللي هي السودا دي. فانا ممكن ايه اللي انا اظبطه ده زي ده، يعني انا اجي كده والله في سيجمنتس اظبط الكلام اخليه هما ايه واضح اللي هو صفين واقلل، شايفين انا بظبط العدد بتاع ده زي ده خلاص. وممكن اجي بقى اروح عامل لاتس، بص لاتس امر اللاتس احنا قلنا عليه المره اللي فاتت اظن، ونعمل ستريس اونلي فروم ايدجز خلاص، ممكن ما بقاش عايز الفيرتكس، وابتدي اظبط الريدس بتاعه اخليه مثلا بدل 1 متر اخليه 1.1 خلاص، واقفل السناب واخش لجوه كده. اصبح عندي ايه، اصبح عندي الشكل ده، ده اللي هي بتاع الشباك ماشي، واخلي لونه مثلا غامق اسود رمادي خلاص. انا كده ايه عملت الايه الشباك اللي هنا، نفس الفكرة هنا، نفس الفكرة هنا. ممكن اخد بقى ايه اخد اعمل بلان تاني من الفرونت، افتح السناب بس هنا بقى مقسومة اتنين، يعني واضح هنا المكان مقسوم اتنين، فيفضل هو مقسوم اتنين بس لا مش اتنين بالظبط، ده يعتبر كده مش اتنين قد بعض سوري، هو كده واحد صغير واحد كبير، شباك صغير وشباك يا كبير. هندسة احنا هنعمل بلان كامل بكامل الوجه وحاطه جوه الجدار اللي في الوسط، لا بس خلي بالك عشان هو عشان فكرة، القطاعات العرضية كلها ماشية مع بعض. بص ماشي انت عملتها كده انا معاك، لا أقصد بلان كامل حتى بالجزء الجانبي اليسار كامل، هو لحد هنا بلان واحد فقط، بلان واحد انا فقط بفتح، انا كامل بعمل الوجهين. الشبابيك، بعمل الشبابيك، انا معاك انا معاك والله. انا بعمل الشباك اللي هو التقسيمة بتاعت الشباك نفسها، انت فاهمني؟ تمام، هي فكرة وفكرة برضه كويسة ممتازة ما فيش مشكلة. edges face وابتدي اقسم ال زيها. يبقى انا هعمل ايه يا جماعه؟ ها حد يقول لي اقسمها زي دي يبقى انا اعمل ايه؟ ها غير سيجمنت العب بقى في السيجمنت، اخلي السيجمنت سيجمنت مثلا لو انا عملتها كلها زي ما استاذ هي، بس انا كنت عايز اعملها على اتنين عشان دي لوحدها ودي لوحدها، وممكن ساعتها انا بقى اظبط، يعني هو واضح اصلا اللي هنا في الموديل اللي فيه زي بروز ما بين الشباكين، وده مفروض يعني، يعني انا لو جيت كده مبدئيا المفروض في هنا هقطع انا بالإجات، بمعنى اجي مثلا هنا امسك الإجات دي واعمل لها رينج خلاص، واعمل كونكت خلاص، وابتدي اقلل المسافة ما بين الاتنين وبعضهم خلاص، وحركهم كده، ده تقريبا ايه المسافة ما بين البوكس والتاني، المسافة قصدي ما بين الشباك والتاني، شايفين ده كبير وده صغير، فأنا ممكن أظبط كده. هما ممكن يكونوا قد بعض بس نقطة الهروب يعني. لا لا بس مش الدرجة دي، طب ما هو هنا في سيمترية في الشكل، هنا ليه مش مفيش؟ فاهمين قصدي؟ أنا كنت قلت بقى ممكن تقول كده، بس هو لأ مش لدرجة اللي هو، لأ واضح اللي ده شباك كبير وده شباك صغير، فاهمني؟ أنا عملت كده تمام. عشان أفصل ما بينهم، وأجي مثلا هنا عند البوليجنز دي أعمل لها اكسترود، اكسترود لبره خلاص، ده الفيصل ما بين إيه؟ الشباكين. هي ما اتطبقتش عشان ما دوستش علامة صح. اهي اكسترود وادوس علامة صح. خلاص؟ أنا كده عملت الفاصل ما بين الإيه؟ الشباكين. في حاجة مش مفهومة يا باشمهندسة نانسي؟
يعني لما حضرتك تعملها تاني ركز فيها تاني. لا ركزي بس عشان ايه الايديت بولي، بس ايه تحس اللي هو احنا مش بنعمل غير بنرسم بوكسات جوه بوكسات عشان نطلع الاشكال، بس مفيش حاجه صعبه، انت بس واحده واحده هتلاقي الدنيا تمام. طيب انا بقى عملت فصلت ما بينهم ليه؟ عشان ابتدي ارسم البلان اللي هو الشباك، يعني اجي مثلا بلان كده واجي على الفرونت افضل عشان لو هي مش ظابطه معايا، وافتح الايدج سبيس مثلا وابتدي ارسم البلان بتاعتي اهو. خلاص ادي بلان واحد وادي بلان اتنين، دول الشباكين بتوعي. خلاص ابتدي اظبطهم، اظبط ده خلاص. احنا قلنا من السيجمنتس بننزل مثلا، مش عايزين نشوف السيجمنتس، نشيل السيجمنتس بتاعت اللينكس خلاص، وهنا كذلك خلاص بقى عندنا التقسيمة بتاعت الشباكين دول. أدي له أمر لاتس، ده أسهل حاجة، وأعمل له هنا ستريس فروم ايدجز، أدي له بوينت 1 مثلا، وأعمل لاتس هنا وستريس فروم ايدجز، وأنا أدي له بوينت 1. بقى عندنا إيه الشبابيك بتاعتنا إيه، اظبطها انا بقى مانيوال ليه؟ انا احب اظبطها مانيوال، مش هعملها محاذاه ولا اي حاجه، عشان ابتدي ادخلها بالطريقه اللي انا عايزها. انا مثلا عايزها ظاهره كده تبقى ظاهره معايا، اشوفها بقى كده بالنسبه للشوت. خلينا هنا اهو، عادي بحب اظبطها مانيوال، بس لو عملت محاذاه ما الاقيش الشكل ده دخل جوه ده، فانا خلاص شايف خلاص الدنيا فيها ايه. قسمت الشباك ده، عملت الشباكين دول، مفيش أي حاجة. استاذ اسلام، اذا راح نحط الماتيريال على البلاين مال الجام اللاتس نقدر نغير اللون؟ اللاتس ممكن تغير اللون وممكن تغير الماتيريال عادي، باخد ماتيريال عادي، ايه المشكلة؟ تمام. اللاتس عادي خالص، أكنه موديل خالص، ما فيش أي مشكلة. بس تمام. هو هنا اللاتس راح يطلع شوية ظاهر عن الجام، يعني الجام يطلع شوية، يعني شلون نقول اللاتس يطلع اكسترود شوية على الخارج. ماشي، ما انت اظبطه بقى، انت بتقول طالع شويه. بص انا بظبط الحاجه بقرب منها واظبطها بحيث الايه تبقى الدنيا مظبوطه. اهو قربت عملت البروز، شايف؟ لازم يبقى عندك تحكم وايه وتبص كويس بحيث ان انت تتحكم في البروز بتاعك. وخلي بالك انت ممكن تغلط وترندر فتلاقي إيه حاجه طالعه فتعيدها تاني، تيجي تعمل بوكس. انت عارف طبعا الاريا اللي انت ممكن ترندرها في الفيري لو في حاجة غلط، فبتسهل عليك. السهل بقى اللي احنا نجيب بوكس تاني للبروز ده، يعني احنا نعمل بوكس تاني للبروز ده، او عشان انتوا حاسسكم مستصعبين الموضوع ممكن اطلع من نفس الكتلة دي البروز ده. بس خلينا ايه، يفضل اللي احنا نعمله من بوكس تاني. بس لما تيجي بقى تظبطه اظبط بقى ايه ابعادك، واظبط الفيرتكس بتاعتك، واظبط كل حاجة على ده على ده، بحيث ده البوكس ده هنقسمه او ندخله جوه ونعمل نفس اللي احنا عملناه. يعني بصوا كده لما ابعد اعمل بقى بالفيرتكس خلاص ضمنت ده على ده، وده يعتبر اكن السور بتاعي. هو طبعا كل اللعب في الماتيريال، هنشوف ان نظبطها ازاي. هو يفضل زي ما انا قلت، يعني ممكن احنا ايه ممكن يتقسم ازاي. بص الافكار، احنا ممكن نرسم البوكس ده كده بس، شايفين انا ايه لو ينفع نعمل بمارك كده اوريكم ال اه بصوا احنا ممكن نرسم ده كده كبوكس، بس انا بفكر معاكم خلاص. والسور ده نبنيه كموديل لوحده، ودي برضو حلوة الفكرة. شايفين بحلل الموضوع ازاي؟ يعني لو جيت بنقفل دي، نرجع الماوس، ماشي؟ حد يعرف نمسح ازاي؟ عايزين نمسح؟ طيب خلينا نشوف نمسحها ازاي؟
اكيد في ناستيك. هيك يعمل اندو. خلاص عملت استيك. طيب انا بقى هاجي ايه، انا شفت انا قسمت الشغل ازاي، يبقى انا هاجي على الابعاد بتاعت الشباك ده، يعني هاجي هنا في الحتة دي هنزل بس الارتفاع بحيث اظهر الشباك كله مثلا لحد هنا، واجي هنا انا خلاص ضامن الاتنين دول قد بعض اهو. تعال نبص هنا برضو، نركز هنا، هو واضح ان الايه المبنى ده ماشي كده مع بعض، بس هو اكنه رايح على هناك، بس هو لا كله هو مربع تحت الشباك ده على طول، الشباكين اهم ده مربع اللي تحت. ممكن اجي بايديت بولي سهله اهو، انا بعمل ايه، بدي ايه اوفست اهو، اوفست عشان لما اجي اخش، يعني الاوفست اللي انا بعمله او الانست عشان حضرتك مش فاهماه، عشان اعمل ايه، اسيب الكيرف، اسيب الحته دي كده فاضيه اخش اكسترود، فبقى عندي الحته دي بارزه ودي دخلت لجوه، فالانست بيفيدني في دي. لما بعمل انست اهو، انست شايفه، هي بتتعمل من البوليجون بس، صح؟ شايفه، انا هنزل مقدار اللي هو ايه نسبه وتناسب كده الحته دي اللي هي الصغيره دي، خلاص تمام. تمام. وبعد كده بظبط بقى ايه، لو هنا في عتبه ولا مفيش اصلا عتبه في الحته دي، او مفيش اصلا حته اصلا بارزه من دي، فانا ممكن انزل بقى ايه اظبطها بعدين، يعني اجي اخد الايدجز، الايدج دي اعملها لتحت، انا مش عايز الغي واعمل عليكم استصعبت الموضوع، انا هو الصح في الموضوع اللي زي ده يفضل ان انا ايه ممكن اخد كات، ممكن نمسح الايدج نفسه في الاخر. لا اعمل كات كده مثلا، واجي اخد الاجاي دي اعمل كنترول كنترول باك سبيس، وامسح دي كنترول باك سبيس، وامسح دي كنترول باك سبيس. شفت انا عدلت ازاي، اصبح عندي ايه المربع ده كده، واجي على البوليجون اعمل اكسترود لجوه، خلاص المسافة ايه اللي هي المسافة دي، ماشي مسافة، لا تخش اكتر، وطبعا لو عايز ادخلها اكتر بقى ايه عن طريق قفل السناب بس عن طريق كده وكده، وطبعا لو عندي بوليجون زينة زيادة ممكن ادلتها اصلا مش عايزة، خلاص اصبح عندي الجزئية دي كده، هو كله لعب بوكسات يا جماعة والله، انست احنا ما عملناش اي حاجة غير انست وبندخل الدنيا، خلاص اجي اعمل بلان، انا بحاول ابسطهولكم بابسط حاجة، اعمل بلان وافتح السناب ماشي، ممكن برضو انقل البلان ده ذات نفسه اخده من هنا كده بالسناب واحنا بالموف تول، سوري اهو واسحبه كده